شمس الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواش اليوم يوم 23/9/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار الكبوشه اللحم الضاني في سوق دمنهور. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. اشكر الله لا اله الا الله وقول لا اله الا الله. شايف الناس الخشنه اللي بترد سريع دي؟ الناس المؤمنه بال الله اللي بيقولوا لا اله الا الله. الله اكبر. مساء الخير يا معلمي. عرفنا باسمك. احمد علي السعيد من الابعديه. المعلم احمد علي السعيد السعيدي السعيدي الابعديه وتجار الابعديه. الله يبارك لهم ويفتح حالهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم اسعار الكبوش ايه النهارده في سوق دمنهور؟ ب 12000. اللي عامل 12. اللهم صل عليك. بسم الله ما شاء الله. انا جاي لك اهو. الله اكبر. والربعيه الحلوه دي 6200. كسره حي ولا لبنيه؟ من مزرعه محمد عبد الخالق مع الصحراء. مزرعه محمد عبد الخالق من على الصحراء. والله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. يعني موجود عندكم كبوشه وربعيات؟ عندنا حوالي من 700 وحده. خدت بالك؟ 12 كبش. الله اكبر. في مزرعه الصحراوي. في مزرعه الصحراوي. أيوه. الله يبارك لكم. فرع الحاج محمد نبيل على طول. فرع الحاج محمد نبيل على الصحراوي. أيوه. الله يبارك لكم. مصر اسكندريه الصحراوي. وعلي السيسي برضه عنده زي 800 وحده. وعلي السيسي موجود عنده زي 800. أيوه. الله يبارك لك. 15 كبش. و15 كبش. وجوز فريس. وجوز فريس. الله يبارك له. ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاك برضه. اعمل لي الرقم يا حاج علي. كام يا حاج علي الرقم؟ 0100 678 3915. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. المعلم احمد عبد الله يبارك له. حاج احمد الله يبارك لك ويقويك. حاج محمود الله يقويكم ويعينكم. خط الكباري الزمرنا الله يبارك لهم ويصلح حالهم. اكبر تجار الغنم يا جماعه الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. صنعتهم ايه يا حاج احمد دول؟ ها؟ رواخ الثلاثة. رواخ الثلاثة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز الغنم العشرة يا جماعة على وش ولادي. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. سعرهم على بعض الثلاثة حج محمود؟ 45. ثلاثة؟ 45000. اللهم صل عليك يا نبي. 45000 ثلاث عجات يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. دبابات يا جماعه عيال رواخي على وش عشر. بسم الله ما شاء الله. 45 يا حاج احمد الثلاثه برضه. البيع والشراء 45000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز يبدا مشروع يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال. اللهم صل عليك يا نبي. 45000. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. رواخ يا جماعه امه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مال صلاه النبي عليه. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. موجود يعني من دايما ان شاء الله. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. ادينا الرقم يا حاج احمد لو حد عايز حاجه يتواصل معاه. 010 24 028 6 5 5. اللي عايز غنم عشره يا جماعه على وش ولادي حاج احمد عبده الله يبارك له. خط الكباري الزمرني خلف سنطيس مركز دمنهور محافظه البحيره. اكبر تجار غنم يا جماعه. في كبوشه برضه حاج احمد؟ كل حاجه موجوده. الله يبارك لك ويصلح حالك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لكم حاج محمود ويصلح حالكم ويقويكم ويعينكم ويصلح حال الجميع يا رب. اللهم اللهم صل عليك يا نبع الكبوشه اللحم والضروبه في سوق دمنهور. صباح الفل يا معلم. عامل ايه؟ عرفنا باسمك. الله يبارك. عبد الحليم سالم. المعلم محمود عبد الحليم سالم. منين حاج محمود؟ جزيره الرحمنيه. حاج جزيره الرحمنيه الله يبارك لهم ويصلح حالهم يا جماعه. اكبر تجار الكبوشه اللحم الضاني. اللهم صل عليك يا نبي. النوع ايه يا حاج محمود؟ النوع ده رحماني يا حاج. ده رحماني واللي في ريحه بلدي؟ اه. اللهم صل عليك يا نبي. عامل كام الرحماني حلو دي؟ رحماني ده والله عامل 12000. 12000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على الماء. طب واللي في ريحه الثاني ده البلدي؟ ب 11000. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على الماء. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه صلاه النبي عليه. ربنا يبارك للمال واصحاب المال. الله اكبر.
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني موجود عندك كبوشه على طول لو حد عايز حاجه يا صاحبي؟ ادينا الرقم حاج محمود. 03 وحي 8 50 53 60. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاي. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب، اللهم امين. الله يكرمك يا غالي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك انت، الله اكبر. اللهم صل عليك انت. صباح الفل يا غالي. صباح الفل. عامل ايه؟ والله منور في سوق دمنهور. عرفنا باسمك ومكانك. عوض البرعاسي يا باشا. المعلم عوض البرعاسي. منين احكي عوض؟ منين في البحيرة؟ من ابو حمص. ابو حمص التجار، ابو حمص. كلك بكرة؟ كرة كلك. اللهم صل عليك انت، الله اكبر. على الكبوش يا جماعة، اللحم محمد بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك انت، الله اكبر. ده بكام وده بكام يا معلم عوض؟ الاثنين ب 17000. اللهم صل عليك انت. ده قرين ب 17000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. طب والاربعه الجنيه دول كام وكام؟ الاربعه الجنيه دول ب 21000. الاربعه ب 21000 بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك انت. اللي عايز يربي اضحيه العيد يا جماعه، مش هتحبوا العيد ان شاء الله؟ هتحبوا العيد ان شاء الله. اللهم صل عليك انت. 21000 الاربعه، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبع المال. بسم الله ما شاء الله، مال صلاة النبي عليه وقت. ربنا يبارك في المال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. معك حاجه غيرهم تاني؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دكتوره ولا انتهيت يا صاحبي؟ دكتوره برضه يا جماعه. امك بسم الله ما شاء الله، تربيه امك على وش لحم بسم الله ما شاء الله. انا بحراوي. الله اكبر، بحراوي. كام وكام الواحد في دول؟ الواحد ب 5100. 5100 يا جماعه، خمسه امك. اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. انا من الحاج عوض محروس البرعاس. الله يبارك له الحاج عوض. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. معك حاجه ثانيه يا صاحبي؟ طب ادينا الرقم لو حد عايز حاجه تواصل معاه. 011 2177. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب، اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه صلاه النبي عليك. مين؟ احسن راجل. بسم الله ما شاء الله. الدكوره دول يا صاحبي؟ هي الدكوره. الله يبارك لك ويقويك ويعينك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تاجر ولا قناع حضرتك؟ لا قناع حي. الله يبارك لك ويصلح حالك. عاملين كام الجزء؟ الواحد عامل 46. 46 4600. بسم الله ما شاء الله. نتات ولا دكوره؟ لا دكوره. دكوره. الذكر عامل 4600 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. يعني الاسعار كويسه في سوق دمنهور النهارده؟ يعني كويسه. لا جاي يرجع لورا. جاي ينزل ولا يطلع؟ لا ينزل. في نزول يعني بطل الاسعار. ربنا يرخيها العباد. يعني العالم تصبر شويه، اللي عايز يشتري اللي عايز يشتري يصبر شويه. الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالك. بكام يا صاحبي خدتها والله دي؟ ذكر ولا انتهى الاول؟ 46 ونص. 46 ونص، الله يبارك لك. ذكر برضو؟ الله اكبر. 46 ونص. يعني كده زادت نص عن التانيين. الله يصلح حالكم يا غالي وحال الجميع يا رب، اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.